سير ديري قيل في وقت ما انك ما عندك علاقات مع الجنرال توفيق القائد السابق للدير اس، هل علاقته موجوده؟ نظن هذا السؤال جاوبت عليه. جاوبت عليه بصح يطرح دائما في كل مره ما نعاودوش بصح معليش بيان دو الريح نبقاو نعاودو دو ريبوند بتات دي مانيير ديفينيتيف. ديفينيتيف قلت لكم كانت عندي علاقات مهنيه مادام هو كان رئيس جهاز وانا كنت مدير مركزي، حتما تكون عندنا علاقات دو ريلاسيون فونكسيونيل فونكسيونيل، وبقات تكون يعني اذا ما نقول لك ما عنديش معاه علاقات نعيط له في العيد، يعيط لي في العيد هو ولا غيره هو وغيره. سيري دي لامبوليتيس كو دو نو با غاردي لي اليوم جنرال غنيزيه توفى الله يرحمه، يعني ظن ما نروحش للجنازه تاعو كان قائد تاعي. كنا في الجيش خرجنا يتكلموا على توفيق، علاش ما يتكلموش على الجنرال الاخرين يشوفهم؟ وتوفيق استعملوه هما منين كان رئيس الجهاز، هو اللي كان يساهم معاهم في 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 السياسه مشني انا. وقت اللي رموها يحرموا علينا واش قادر يجيب لي توفيق؟ واش قادر يجيب لي الشيء الوقت اللي كان قادر يمد هما داو مشني انا. عندك علاقات مع جنرال زروال ولا تشوفه ولا ما نشوفوش؟ واذا اقتضى الامر نشوفه. ما كان رئيس سابق، كان رئيس سابق ربما عنده خبره. نشوف مع العلم ان زروال كان قائد تاعي لمرتين في اطار العمل تاعي كعسكري.